لمعرفة التطورات بقطاع غزة نذهب إلى أسامة الكحلوت. أسامة، نرصد معك المستجدات. نعم، يعني التركيز الإسرائيلي منذ ساعات فجر هذا اليوم أيضا على منطقة مخيم جباليا، أقصى منطقة شمال قطاع غزة. هذه المنطقة التي قام الجيش الإسرائيلي قبل قليل بنسف مربعات سكنية من خلال إدخال حاويات كبيرة تقوم بتجول داخل الأحياء في منطقة مخيم جباليا، وتقوم بتدمير مربعات سكنية بأكملها خلال عملية التفجير للسكان. حتى وإن كان داخل هذه المنازل سكان، لا يتفحص الجيش طبيعة من يتواجد داخل هذه المنطقة، يقوم بعمل نسف مربعات سكنية. أيضا عصر هذا اليوم الجيش الإسرائيلي أطلق قذائف مدفعية باتجاه أيضا مخيم جباليا ومنطقة بيت لاهيا، وفجر هذا اليوم استهدف منزلا لعائلة علوش داخل مخيم جباليا. سقط في هذا الاستهداف أكثر من 33 ضحية، وحتى هذه اللحظة عدد كبير من السكان ما زالوا تحت ركام هذا المنزل المدمر. وهذا الحال ينطبق على كل الاستهدافات داخل منطقة مخيم جباليا وداخل منطقة بيت لاهيا، وهي المناطق التي بات يوسع الجيش الإسرائيلي عملياته داخل هذه المنطقة. والآن الجيش الإسرائيلي نشر خريطة جديدة يوضح فيها أن العملية العسكرية في منطقة جباليا شمال قطاع غزة الهدف منها هو إقامة محور جديد على غرار محور نتسريم الموجود في جنوب مدينة غزة، وهذا المحور سيعمل على فصل منطقة شمال القطاع، منطقة بيت لاهيا، بيت حنون، جباليا عن مدينة غزة، بالإضافة لمحور نتسريم الموجود والذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه، والمحور الثالث الموجود في مدينة رفح وهو محور فيلادلفيا.